يتواصل تنفيذ مشروع تحديث التعليم العالي لدعم التشغيلية إلى موفى هذه السنة، وذلك بعد الاتفاق مع البنك الدولي على تمديده سنة أخرى. مشروع تم استعراض أبرز نتائجه خلال ملتقى نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. روبورتاج جميلة سوالح. دعم تشغيلية خريجي التعليم العالي وتطوير حوكمة الجامعات هما هدفا مشروع تحديث التعليم العالي لدعم التشغيلية، مشروع انطلقت الوزارة في تنفيذه منذ سنة 21 و2000، واليوم انتظم ملتقى لتقييم ما أنجز وللوقوف على التحديات التي يواجهها رؤساء المؤسسات الجامعية. المشروع هذا مكننا من تمويل ما يقارب 600 مشروع، استوفوا منهم 140 مؤسسة جامعية، 11 مركز بحث، وثلاثة دواوين خدمات جامعية. القيمة نتاعو كانت 75 مليون دينار، واحنا الهاجس نتاعنا هو كون المشاريع الكل، المؤسسات والمشاريع الكل يوصلوا باش يحققوا جميع الأهداف اللي ترصدت من أجلها الأموال هذه. تم استهلاك أكثر من 87% من الاعتمادات المخصصة للمشاريع هذه. تصنيف جامعات تونسية لدى أفضل الوكالات الدولية وحصول أخرى على الاعتماد الدولي من أهم ما تم تحقيقه بفضل المشروع وفق وزير التعليم العالي والبحث العلمي. الطالب وقت ياخو شهادة نتاعه من مؤسسة معتمدة دوليا راهو يحلوا الآفاق في تونس وخارج تونس. كما تعرفوا في التكوين الهندسي مثلا أكثر من 44 مسار تكوين متحصلين على الاعتماد الأكاديمي الدولي، مؤسسات عريقة وعريقة جدا. الطب تعرفوا عنا أربع كلية طب، هذوما تحصلوا على الاعتماد الأكاديمي الدولي. حتى المطاعم الجامعية، عنا مطاعم جامعية متحصلين على علامة الجودة حاليا، وإن شاء الله نطمحوا إلى ما هو أكثر. البرنامج هذايا مكننا باش نحسنوا البنية التحتية بصفة كبيرة، وكذلك تمكين المؤسسات من العديد والعديد من الوسائل اللي يستحقوها يعني لتكوين الطلبة من ناحية الأشغال التطبيقية. عديد مؤسسات حصلوا على تجهيزات هامة اللي هما اقترحوهم في البرنامج نتاعهم. هذا ووفق وزير التعليم العالي فإن استراتيجية الوزارة ترمي إلى جانب تطوير منظومة التقييم والاعتماد بهدف تحسين التكوين والبحث، ترمي إلى تشجيع المبادرة الخاصة لدى حاملي الشهادات العليا.